اهلك كلهم اوكي ما عدا خالد. يوسف انا مش عارفه بجد ليه انت حاطط خالد في دماغك. خالد مين اللي حطه في دماغي؟ انت اتجننتي؟ مش قصدي يوسف، انا بجد عمري في حياتي ما فكرت في خالد ده، اوكي؟ وكمان عمري في حياتي ما حبيت حد غيرك. بس هو بيحبك صدقيني، انا عارف. مين قال لك الكلام الفارغ ده؟ وبعدين على فكره خلاص خالد اتجوز، اوكي؟ اتجوز بعدين بشهر واحده اكبر منه، يعني بينتحر بسببك. يوسف خلاص خلاص، انا بجد زهقت من الكلام في الموضوع ده. يبقى نقفله وتنفذي اللي بقولك عليه عشان خاطري يريحيني. ينفع عشان خاطري نقعد نص ساعه انا وانت في حته نتكلم؟ نقعد فين؟ نقعد ازاي؟ لا طبعا ما ينفعش. يلا يا خالد انزل يا خالد، يلا روح بقى. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ عشان الوقت اتاخر جدا، وكمان زمان يوسف دلوقتي قاعد البيت مستنيني. يا ستي يا يوسف لو عارف ان انت معايا اكيد هيطمن. طبعا هيطمن جدا. انزل يا خالد. هو ايه اللي انزل يا خالد؟ بقولك عايز اتكلم معاكي زي زمان. في ايه يا يارا؟ محتاجك تقفي جنبي. يا خالد مش هينفع، مش هينفع، لازم نروح. يا ستي خليها ربع ساعه، ربع ساعه بالظبط. يلا خالد يلا عشان لا يلا انت ارجوك يا خالد يلا بقى. يلا يا يارا احنا بقى لنا ربع ساعه بنتكلم. يا سيدي اوقع ايدك بقى كده. هي فين دلوقتي؟ ركب معاها عربيتها ووصلوا اللوكيشن ده. تمام جدا، اتفضل يا مانتي. تحت امر سعادتك.